الحديث الأول من الباب التاسع من الجزء الأول من علل الشرائع لشيخنا الصدوق، الباب التاسع علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الحديث مر علينا في الحلقات الماضية، لكنه من الأحاديث الأصول التي لا بد أن نتناولها دائما. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. تلاحظون أن التعانق موجود على طول الخط فيما بين المعرفة والعبادة، فإن العبادة من دون معرفة لا قيمة لها، والمعرفة مقدمة أساسية للعبادة، بل إن جوهر العبادة المعرفة، بل إن العبادة هي المعرفة والمعرفة هي العبادة. ولكن الحديث يتخذ حيثيات من جهات متعددة ينظر إليها في تشخيص الحقائق. سيد الشهداء خرج على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ فقال الحسين صلوات الله وسلامه عليه: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. هذه الكلمات لخصت كل الحديث المتقدم في الصحيفة الخامسة التي عنوانها شؤون عقيدة التوحيد. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى. إمامنا الصادق يقول: خرج الحسين صلوات الله عليهما، صلوات الله عليهما على الصادق وعلى سيد الشهداء، خرج الحسين على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. هذه هي الحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنه برنامج حياة، ما هو بحديث عن طقوس معينة. الطقوس المعينة والمشخصة تأتي أجزاء عبادة مخصوصة في نحو جزئي معين ضمن البرنامج الممتد الواسع. إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. إنه البرنامج الممتد الواسع، وليس الحديث عن طقوس معينة هنا. فإذا عرفوه عبدوه،
فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. كيف يكون ذلك؟ بحسن النية في الطاعة من الوجه الذي يطاع الله من؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف. الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية، صفحة 110، باب العبادة، الحديث الثاني، بسنده عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال الله تبارك وتعالى. هذا حديث يحدثنا به إمامنا الصادق عن الله مباشرة، مثلما مر علينا كيف أن فاطمة صلوات الله عليها حدثتنا بحديث الله بنحو مباشر في حديث الكساء اليماني. مر علينا هذا الكلام في الصحيفة الثالثة من صحائف عقيدتنا السليمة، حينما كنا نتحدث عن قيمة الدين. فمثلما حدثتنا فاطمة عن الله بشكل مباشر، ها هو الصادق يحدثنا عن الله بشكل مباشر. الإمام الصادق يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. في برنامج العبادة في الآخرة نحن لا نتحدث عن برنامج للعبادة في الآخرة عن برنامج للعبادة في الدنيا، ولكننا خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية لا تتحدث عن الدنيا، الدنيا مرحلة من مراحل خلقنا ودار من عدد من الدور والمراحل التي نمر بها إلى النقطة الأخيرة، إلى نقطة لقاء الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة هو لقاء بمحمد وآل محمد، ولكن بمذاق جديد، ولكن بلون جديد. يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي في الدنيا بهذا البرنامج الذي رسمه الله لنا ببرنامج محمد وآل محمد، وبنحو دقيق ببرنامج بيعة الغدير المحمدية. تلك هي العبادة التي إذا كنا قد بايعنا بصدق فعلينا أن نتنعم بها. والحديث عن نعيم، عن نعيم لا بمعنى نعيم الشهوات واللذائذ المادية، وإذا كان هذا متوفرا أيضا بحسب الأسباب التي تتهيأ للإنسان فإنه سيقع في حاشية الأمر. من هنا عبر عن النعيم في الكتاب الكريم في تأويلهم وتفسيرهم
من أنه ولاية علي بن أبي طالب. فالنعيم إن كان في الدنيا أو كان في الآخرة إنها صور حقيقية تحدثنا عن ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. يا عبادي الصديقين، تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة. الحديث الذي بعد هذا الحديث أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن رسول الله. في الحديث المتقدم كان الصادق يحدثنا عن الله مباشرة، وهنا إمامنا الصادق يحدثنا عن رسول الله. إنه يحدثنا بشكل مباشر. أئمتنا حينما يقولون قال رسول الله، إنهم لا يحدثوننا بحديث رواية، إنهم يحدثوننا بحديث علمهم المطلق، فهم يسمعون رسول الله. فإن صوت رسول الله لم يكن محجوبا عنهم. الأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلية بالنسبة للإمام المعصوم تشكل نقطة واحدة. نحن نتحدث عن محمد وآل محمد الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم. إنني أشير إلى الوجه الباطن منهم في وجههم الباطن، فإن الماضي والحاضر والمستقبل يشكل نقطة واحدة. ما هذا الموضوع؟ علماء الفيزياء في عصرنا الحاضر يثبتونه بمعادلات رياضية على الورق. صحيح نحن لا نتحسس هذه المعاني، لكن الزمان بحسب ما وصلت إليه الفيزياء المتطورة صار نقطة واحدة. تجمع الماضي مع الحاضر مع المستقبل في نقطة واحدة. ومن هنا راحوا يفكرون في السفر إلى الماضي أو في السفر إلى المستقبل. هذا الكلام يحسب بمعادلات رياضية على الورق لم يتمكنوا من تنفيذه لحد الآن، هذا أمر آخر. لكن بحكم العقل وبحكم المنطق وبحكم الرياضيات العميقة وبحكم الفيزياء المتطورة، هذا أمر ممكن على الورق في هذه المرحلة. أنا لا أريد أن أستدل بهذه المعاني بخصوص ما يرتبط بشؤون أئمتنا، إنما جئت بهذا مثالا حسيا تقريبيا من واقع حياتنا الدنيوية اليوم. فالإمام هنا يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أفضل الناس من عشق العبادة، هذا هو العشق الذي أشرت إليه في حلقات سابقة، من أن العشق هو جزء من ثقافة العترة الطاهرة. لا شأن لي بما يتحدث عنه الصوفيون وعرفاء الشيعة ما يتحدثون به عن العشق، لا شأن لي بتلك الترهات، ترهاتهم لهم. إنني حين أتحدث عن العشق أتحدث عن العشق في ثقافة العترة الطاهرة، مثلما جاء في هذا الحديث الشريف. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها
بجسده وتفرغ لها. هذا هو التطبيق العملي للركن الرابع من أركان العقيدة التوحيدية. مر الحديث في الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية الآثار التي تنعكس على بنائنا العقلي وعلى تكويننا وعلى تحقيق شخصيتنا. هذه المضامين هي هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها. ماذا قال الصادق عن خدمة صاحب الأمر؟ لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذا هو التفرغ للعشق وللعبادة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا على دينكم، على طاعاتكم، وصابروا أعداءكم، ورابطوا إمامكم. تلك هي المرابطة التي هي مرابطة الأحرار. لو أدركته، كما يقول الصادق، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هذا هو العشق، وهذه هي العبادة الحقيقية، وهذا هو تطبيق واضح وعملي صريح لمضمون بيعة الغدير في وجهها الثابت وفي وجهها المتحرك. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. هو يعيش في نعيم، في نعيم القرب من إمام زمانه، وذاك هو النعيم الحقيقي، نعيم العقول والقلوب، نعيم العقيدة السليمة. أقرأ عليكم الرواية وهي من أجمل الروايات عن إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. أوضح مصداق لهذا العشق ولهذه المضامين إنهم أنصار الحسين، أنصار الحسين. لا أعرف أصحابا، لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. إنها كلمة سيد الشهداء. ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي. كلمات الحسين التي تعرفونها وسمعتم بها مرارا. فهو لا يعرف ولا يعلم أصحابا خيرا من أصحابه. هذه الأوصاف كانت تتجلى فيهم، والبعض منهم تجلت فيه هذه الأوصاف في الأيام التي قضاها مع الحسين. قبل تلك الأيام ما كان يمتلك ولا واحد من التريليون من تلك الأوصاف، لكنه حين توجه للحسين بصدق جذبه أبو عبد الله، وتلك الجذبة هي التي غيرته بالكامل بالمطلق. فجاءوا مصداقا واضحا لهذا المنطق المحمدي: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. لقد عشقوا حسينا وعانقوا حبه وعانقوا معرفته وعانقوا طاعته وعانقوا التسليم إليه. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها
وأحبها بقلبه وباشرها بجسده. لقد باشروا ما باشروا بقلوبهم وبأجسادهم حتى قضوا مجزرين على رمال الطفوف. وباشرها بجسده وتفرغ لها، لقد تفرغوا للحسين كاملا. طلقوا الدنيا وطلقوا البيوت وطلقوا الأموال وطلقوا العيال وطلقوا كل شيء. أولئك هم أصحاب الحسين. طبقوا هذه الرواية عليهم. صاحب الأمر يبحث عن أناس لا يكونون بهذا المستوى، يبحث عن أناس يكونون بمستوى قريب من هذا المستوى، ولكن لا وجود لهم بيننا. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. لذا نجد في كل ما ورد في أحاديث العترة من أوصاف لأوليائهم ما وصفوا مجموعة بالعشاق إلا أصحاب الحسين في كربلاء. أقرأ عليكم من الجزء 41 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 295، الحديث 18، نقله عن الخرائج والجرائح. وقال الباقر، إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: خرج علي أمير المؤمنين يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل، تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له المقدفان، فقال: قتل فيها، قتل في هذه الأرض 100 نبي و100 سبط، كلهم شهداء. يتحدث عن الأمم الماضية، ثم يتحدث عن الأيام الآتية، أمير المؤمنين، ومناخ ركاب هنا ستنوخ ركابهم، ستنوخ قافلتهم، إنهم الأحبة الذين قال عنهم أمير المؤمنين وهو يخاطب أرض كربلاء: طوبى لك من تربة عليها تراق دماء الأحبة. إنه يتحدث عن الأحبة هؤلاء. طوبى لك من تربة عليها تراق دماء الأحبة. أعود إلى الرواية. أمير المؤمنين تحدث عن التأريخ القديم لكربلاء، فقال: قتل فيها 100 نبي و100 سبط، كلهم شهداء. ثم يتحدث عن قادم الأيام ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء. هذه المجموعة الوحيدة بحدود علمي، المجموعة الوحيدة التي وصفها المعصومون بأنهم عشاق في دائرة أوليائهم. بحدود علمي لا أتذكر نصا وصف به أئمتنا مجموعة من أوليائهم بهذا الوصف.
على أي حال أعود إلى الحديث، أمير المؤمنين هو الذي يصفهم. فهو يتحدث عن أن كربلاء مناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم. كلامهم واحد، مثلما قال الحسين لا أعلم أصحابا. فالحسين لا يتحدث عن علمه كما أتحدث عن علمي، مثلما قلت لكم قبل قليل إنني لا أتذكر نصا بحدود الصور المطبوعة في ذهني في هذه اللحظة. أما الحسين فإن الزمان سيكون بمثابة نقطة واحدة عنده، إنه يتحدث عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل من دون تقطيع للزمان. تلك هي الرؤية الإحاطية، القرآن يؤيد هذا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبحسب قراءة العترة الطاهرة والمأمونون، لأجل التفسير لا لأجل التلاوة. فرؤية الله في هذه الآية مطلقة، لا تقيد لا بزمان الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، ولا تقيد بالأمكنة. ورؤية رسول الله كذلك، ما هي الآية واضحة، الرؤية هي هي، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إنهم أئمتنا. لذا يقول أمير المؤمنين لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم. كلامهم واحد، ألا لعنة على منهج حوزة النجف. هذه الأحاديث ضعيفة بحسب قذارات علم قنادرهم، علم رجالهم. ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجف. منهجهم لو طبقناه على كل هذه الحقائق التي عرضت في هذا البرنامج لما بقي منها شيء، ولذلك هم عقولهم فارغة. ماذا ملأوا عقولهم؟ ملأوا عقولهم بالبول والغائط ودماء الحيض وأمثال ذلك، مشغولون في ليلهم ونهارهم ببعض ثقوب عند الإنسان في أسافله وليس في رأسه مثلا كأذنيه وعينيه، مشغولون ببعض ثقوب الإنسان وما تنتج من إنتاج عظيم عقولهم، عقول مراجع النجف ومكتبة مراجع النجف التي ألفوها تدور في هذه الدائرة، في دائرة بعض ثقوب في أسافل الجسم الإنساني وما يخرج منها من إنتاج عظيم ملأوا رؤوسهم به. أما هذه الحقائق العظيمة فلا شأن لهم بها. أنا متأكد هم لا يعرفون هذه الرواية لأنهم لا يقرؤون الحديث ولا يمرون عليها، وإذا ما مروا بها لا يعتقدون بها لأنهم يضعفونها بحسب قذارات علم قنادرهم. إنني أتحدث عن علم القنادر، عن علم الرجال. هذه هي العبادة في أوضح صورها، وهؤلاء هم العشاق. ماذا قال رسول الله؟ أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. والعبادة في أسمى مراتبها هي التي يتحدث عنها الصادق صلوات الله وسلامه عليه
حينما سألوه عن القائم قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه هي العبادة الحقيقية. أين أنتم يا أشياع القائم عن هذه العبادة؟ أين أنتم؟ أين أنتم عن هذه العبادة الحقيقية وعن هذا العشق الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. فالفقر في جنب قائم آل محمد أحب إلى هؤلاء العشاق من الغنى بجانب غيره، والمرض بجانبه أحب إليهم من الصحة والعافية والقوة والنشاط بجانب غيره، وهوان الدنيا بجانبه حلاوة ولذة أحب إلى قلوبهم من عزة الدنيا بجانب غيرهم من حثالات بني البشر، من زعامات السياسة أو من حثالات بني البشر من زعامات الدين. هذا هو العشق وهذه هي العبادة، ولهذا خلقنا، لهذا خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن الله خلق الدنيا، فإن الله خلق الوجود لهم وبهم، فلا بد أن يكون برنامج العبادة الذي لأجله خلقنا لا بد أن يكون مرتبطا بهم ولهم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ نذهب إلى فاصل.